السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم أعزائي المشاهدين هو كيفية تعريب برنامج فوتوشوب CS6. أولا نقوم باستخراج الملف الذي تم تنزيله من الرابط الذي هو أسفل الفيديو. نقوم باستخراج الملف، هذا هو ملف التعريب أعزائي المشاهدين. نقوم بالدخول إلى الملف، هذه مسألة مهمة لأنه إذا نجرب ننسخ الملف على طول. نقوم بالذهاب إلى جهاز الكمبيوتر ومن ثم قرص السي، بروجرام فايلز، أدوبي، فوتوشوب CS6. سنقوم بالذهاب إلى لوكالز، نقوم بحذف هذا الملف وإلصاق الملف الذي تم تحميله. نجرب نفتح الفوتوشوب، سيقول خطأ في الابليكيشن، لكن سنقوم أولا بالدخول إلى الملف ونسخ الملف الذي داخل ملف التعريب. والذهاب إلى نفس المكان، نقوم بحذف هذا وإلصاق التي تم نسخه من الملف. نفتح الفوتوشوب. بعد فتح الفوتوشوب ستجدون أن الفوتوشوب معرب بنسبة 90% تقريبا، ولكن لا زالت لدى بعض الناس مشكلة، وهي مشكلة من المهم حلها. الكتابة، عندما تقوم بكتابة أي نص يقوم بكتابته بكتابة مقلوبة، ولكن كيف سنقوم بحل هذه المشكلة؟ نقوم بالذهاب إلى تحرير أو إيديت، ثم نقوم بالذهاب إلى تفضيلات، ومن ثم الذهاب إلى عام. وبعد الدخول إلى العام نقوم بالذهاب إلى الكتابة، وأيضا سيكون لديكم الاختيار الأول. نقوم باختيار الاختيار الثاني، ومن ثم نقوم بالضغط على موافق. وملاحظة مهمة، يجب إغلاق برنامج الفوتوشوب وفتحه من جديد. نقوم بكتابة أي نص نريده. هذا هو النص، ويدعم الكتابة العربية 100%. وأيضا هناك بعض الناس يريد أن يبقى القوائم إنجليزية والكتابة عربية وإنجليزية، كيف سيكون هذا الشيء؟ نقوم بإغلاق البرنامج ونذهب إلى جهاز الكمبيوتر، ومن نفس الملف الذي دخلنا له قبل قليل، وهذا هو الملف الذي قمنا بإلصاقه. سأرفق لكم أيضا تحت الفيديو رابط هذا الملف، وهو كيفية إرجاعه إلى الإنجليزية. نقوم بنسخ الملف، طبعا سأرفعه لكم وهو مضغوط مثل هذا. تقومون باستخراجه بنفس العملية التي استخرجنا بها هذا الملف، ونقوم بنسخه.
والذهاب إلى هذا الملف في الفوتوشوب وحذفه وإلصاق الإنجليزية، ثم نقوم بفتح البرنامج. سنقوم بإدراج نص مثلا، انظر ان النص بالعربي ويدعم اللغة العربية كتابة 100%. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.